أوقفت مصالح ومديرية قسنطينة منذ بداية سريان الحجر الجزئي بالولاية 6919 شخصا خالفوا قواعد الحجر، وتم تحويل 1633 مركبة إلى المحشر، بالإضافة إلى تحرير 546 مخالفة في حق سائقين دون امتلاكهم للرخص. المزيد مع شمس الدين تامن. الأشخاص الذين تم توقيفهم يعني منذ 28 مارس إلى حد الآن يعني الرقم 6919 شخص اللي ما احترموش هذا الحجر الجزئي. فيما يخص المركبات 1633 فيكول،